واحنا الان في وقت الوباء. ويقول عمران ويقول النعمان بن بشير في كتاب العقوبات لابن ابي الدنيا يقول وان الهلك كل الهلك ان يفعل الذنب في زمن البلاء وان الهلك كل الهلك ان يفعل الذنب في زمن البلاء عافانا الله واياكم. ان الانسان جالس مشغل اغاني وجالس هذاك اللي يدخن وهذا اللي يعاكس البنات وهذا والله حكى لي احد الناس قال والله يقابلون بعض النساء في اماكن رايتها بعيني. يا جماعه الخير نحن في بلاء نريد الضراعة الى الله عز وجل اما يجيب المضطر. احنا في شده اضطرار نريد ان نلجا للعزيز الغفار لكي يرفع عنا وعن المسلمين ايها الكرام المباركون.